وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، زيارة هامة للأمير القطري الشيخ تميم بن حمد الثان الآن في مصر، ومرحلة جديدة من العلاقات تدشن ما بين مصر وقطر. كيف ترى هذه الزيارة والخطوط العريضة التي ستخرج بها؟ هو في البداية طبعا لازم نعرف أنها زيارة مهمة، تعتبر زيارة تاريخية من أمير دولة قطر إلى مصر. هذه الزيارة تأتي طبعا في توقيت مهم جدا، اللي هو توقيت العديد من الأزمات اللي بتواجه دول العالم كلها بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير ده على الاقتصاد العالمي كله. ده يتطلب إيجاد صيغة مناسبة لعلاقات متوازنة مع كل دول والأطراف وكل دول العالم، وطبعا بالطبع الدول العربية وجود علاقات متميزة قوية مع الدول العربية ده شيء مهم جدا من أجل تجاوز هذه الأزمة. احنا شفنا خلال الأيام الماضية كان في العديد من اللقاءات بين مصر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي ومن قبله ملك البحرين وملك الأردن، علاقات مهمة جدا في هذا التوقيت. مصر تقيم علاقات متوازنة، علاقاتها الخارجية علاقات متوازنة بما يحقق المصلحة الوطنية المصرية، وأيضا بما يحقق المصلحة للدول العربية ككل في ظل وجود تهديدات وعلاقات غير متزنة على مستوى العالم كله في الوقت الحالي. طبعا هذه الزيارة زيارة هيكون المجال الاقتصادي او المجال الاستثماري ليه دور مهم جدا فيها من خلال الاستثمارات اللي بتقدمها قطر واللي بتصل الى 5 مليارات دولارات الى في مصر. طبعا لوجود هذا التعاون الاقتصادي ووجود هذا التعاون الاستثماري لم يكن ياتي الا اذا كانت مصر لديها البنيه التحتية القوية في مجال الاستثمار، وده اللي احنا شفناه خلال السنوات الماضية من خلال عمليات التطوير والتحديث اللي تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وهو ده اللي خلى مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمار. وبالطبع الدول العربية هي في قلب هذا الاستثمار، وإن مصر أصبحت منطقة أو دولة آمنة في مجال الاستثمار زي ما احنا شايفين على كافة المستويات من خلال زي ما قلت لحضرتك في البداية البنية التحتية القوية للجاذبة للاستثمار في مصر في الوقت الحالي. نعم، اللحمة العربية. هذه الزيارة الهامة للأمير تميم بن حمد الثان الأمير القطري تأتي قبيل انعقاد القمة العربية المرتقبة بالمملكة العربية السعودية. برأيك مدى تأثير هذه الزيارة في تقوية اللحمة العربية والتغلب على تحدياتها المختلفة والتدخل في شؤون الدول العربية؟ هو بالطبع أهم شيء طبعا في هذه الزيارة هو الوحدة العربية واللحمة العربية تعود مرة أخرى. هناك العديد من التحديات والتهديدات تواجه العديد من الدول العربية، هناك العديد من الدول العربية لا زال بها أزمات قوية جدا زي ليبيا زي سوريا زي اليمن وخلاف محاولات التدخل الأجنبي في الدول العربية، كل ده بيؤثر على الأمن وعلى الاستقرار في ملفات كثيرة مهمة جدا يجب على الدول العربية أن تقف أمامها، ملفات التدخلات الأجنبية، الإرهاب العابر للحدود، العديد من الملفات اللي بتؤثر على أمن واستقرار الدول العربية. وجود الدول العربية والتنسيق بين الدول العربية قبل القمة العربية ده شيء مهم جدا، وقبل أيضا اللقاء دول مجلس التعاون الخليجي ومع الرئيس الامريكي جو بايدن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا التنسيق العربي ده شيء مهم جدا من اجل وضع رؤيه واضحه للدول العربيه. الامن القومي المصري لا يمكن ان ينفصل عن الامن القومي العربي كما اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بل هو في قلب الامن القومي المصري. مصر دائما داعمه للدول العربيه، داعمه لامن واستقرار الدول العربيه ككل. فوجود صيغة واضحة بين الدول العربية وبعضها وبعض لتجاوز هذه الأزمات أعتقد أن ده شيء مهم جدا في الوقت الحالي. ووجود تكتل أو تكتل عربي
واحد لمواجهة التحديات والتهديدات اللي بتواجه العالم كله وبتواجه المنطقة، أعتقد أن هيكون أكبر مكسب من خلال هذه اللقاءات ومن خلال التجمع العربي والوصول إلى فكر واحد في مواجهة هذه الأزمة. نعم، من المقرر أن تعقد جلسة مباحثات ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير تميم بن حمد الثان اليوم بقصر الاتحادية. الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، الخطوط التي تسير عليها مصر في نهجها لسياستها الخارجية، وأيضا تنطلق منها في علاقة استراتيجية مع دولة قطر الآن. زيارات كانت متبادلة على مستوى كبار المسؤولين والوزراء، والآن أصبحت على مستوى القمة. إذن ما يمكن أن تضيفه هذه العلاقات الاستراتيجية في هذه المرحلة؟ طبعا العلاقة الاستراتيجية بين مصر وقطر ده شيء مهم جدا. زي ما قلت لحضرتك ان الوصول الى نقطه اتفاق في بين مصر وبين الدول العربيه في القضايا الهامه في الوقت الحالي ده بيعود بالنفع على الدول العربيه وبيعود بالنفع على كل دول المنطقه وعلى اقتصاديات دول المنطقه. طبعا بالطبع دوله قطر طبعا دوله لها تاثير على المستوى العالمي في الوقت الحالي، قامت علاقات متوازنه وعلاقات يسودها الود والاحترام. ده طبعا شيء مهم جدا، والتنسيق فيما بين مصر وقطر سيعود بالنفع على الدولتين، وايضا سيعود بالنفع زي ما قلت لحضرتك على الدول نعم. العربيه والقرار العربي الموحد. اذا المرحله الحاليه هي البناء على القواسم المشتركه وايضا تنميه هذه العلاقات على المستوى الثنائي. بالطبع هي المرحله تنميه العلاقات بين البلدين والتنسيق فيما بينهما لما هو قادم على مستوى المنطقه وعلى مستوى العالم كله، وكيفيه مواجهه الازمات وكيفيه مواجهه التحديات والعمل على تهدئه الاوضاع في منطقه الشرق الاوسط وايقاف السعي المصري لايقاف الصراع في الدول العربيه زي ما قلت لحضرتك ليبيا، سوريا، اليمن، والعوده الى الهدوء مره اخرى واعاده بناء الدول التي تضررت بشكل كبير من هذه الازمات. نعم، اشكرك جزيل الشكر الاستاذ جميل عفيفي مدير جريده الاهرام.